السلام عليكم. دي الخطوة الثالثة اللي هي السيتو. هنفتح مع بعض كده فلونت، هنخليه تول برسيجن. احنا عندنا 4 كورز، هنستخدم منهم 2 وهنسيب 2. اوكي، هيفتح معانا دلوقتي. تمام، هو بيفتح معانا دلوقتي. ممكن ياخد وقت شوية طبعا، ممكن عشان المش كبير شوية. ممكن نوقف لغاية لما نكمل قراية. تمام، هو كده فتح معانا خلاص. احنا هنشتغل ستيدي وبريشر بيزد وابسوليوت. اوكي، الجرافيتي ممكن ده لسه بيقرا. اوكي، الجرافيتي هتبقى في عكس اتجاه الواي. لا، في اتجاه الواي. اوكي، لان هي ناقص 9.807. اوكي، احنا الكورة بتاعتنا هتنزل لتحت، يعني اكننا لو ثبتناه الفلو هيطلع لفوق. اوكي، الموديل بتاعنا هيبقى فيسكس لامينر. احنا هنشتغل لامينر. الماتيريال بس احنا محتاجين نغير الدينستي بتاعت الاير، هنخليها هنعمل حاجتين. احنا هنشتغل مره الدينستي هتبقى 1 والفيسكوستي 0.001. تمام، او معلش هتبقى دي 10. تمام، فكده ده معناه ان هي رينوز نمبر. لو حطينا السرعه بواحد يعني 10 في 1 على على 100,000. تعالى بقى الشكل دي على 100، يعني يديني 1000. اوكي، فده 10 في 1 في 100 يعني 1000، يعني روز نمبر حوالي 1000. وده يعني في بوينت 1 اللي هي الدايمتر يعني حوالي 100، يعني روز نمبر حوالي 100 هنا، عشان طبعا الدايمتر بتاع ال او 200، الدايمتر بتاع الكوره حوالي 0.2 متر. تمام، نعمل تشينج، نعمل كلوز. دي كده اول ماتيريال. تمام، اللي هي نسجلها بردك عشان ما ننساهاش. بوينت 1 احنا قلنا 10 و الميو 1.01. اوكي كده فلويد نمبر 1. بعد كده السيزون كونديشن مش هنغير فيها حاجة. الباوندري كونديشن طبعا الانلت هيبقى لفوق، انا حاطه تحت، هيبقى بوينت لنورمال تو باوندري. اوكي، والماجنيت بتاعه 1 متر بير سكوير بير سكند قصدي. والاوتلت هيبقى بريشر اوتلت، وانا متاكد ان هو جيج بريشر لاب زيرو. تمام، الوول هيبقى نو سليب وستيشنري. اوكي، والسفير نفس الفكره، هتبقى وول وستيشنري. تمام، بعد كده بس يعني كده خلاص الديناميك مش هنشتغل في حاجه. الريفرنس فاليوز اللي هي ديناميك بريشر في الاريا، انا مش هحتاج منه حاجه، لان انا احسب الدراج فورس مش احسب الدراج كوفيشنت. فانا خلاص كده خلاص السيت اب، مش هعمل في حاجه تاني. ان شاء الله في الفيديو الجاي نتقابل في خطوه